ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومئة واثنين وأربعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليونا وخمسة وثمانين ألف شخص هذا وقد حصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 249 ألف شخص ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة المبادرة والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية التي ستسهم بدورها في عودة الحياة الطبيعية